نعم جزاك الله خيرا شيخنا. طيب في بعض الأحيان يعتزم الإخوة or الأخ الزواج من الأخت ويبدأون في الاعتناء بعضهم ببعض ثم يمنعون من الزواج وما زالوا محبة بينهم، فما نصيحتك لأولئك في هذه الحالة؟ يعني أحيانا في بعض الأحيان يعتزم الأخ الزواج من الأخت ويبدأون بينهم المحبة وبعضهم لبعض ثم يمنعون من الزواج فما زال محبة بينهم، فما نصيحتك لأولئك في هذه الحالة؟ يعني هم لم يستطيع الزواج، ممكن لم يوافق. نصيحتي أن يبتعد أحدهما عن الآخر وألا يتواصلا ولا يتراسلا، وأن يسأل الله لها سعة من الله وفضلا، وأن تسأل الله له هو التوفيق والهداية، ويقطع العلاقة بامرأة أجنبية لا تحل له. جزاك الله خيرا شيخ. قال